نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من أنباء بشأن زيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصرية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي شددت على أنه لم يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصرية، موضحة أنها أقل رسوم إدارية يتم تطبيقها على حسابات التوفير في مصر، حيث يتم تحديد قيمة المصاريف الإدارية بشكل متفاوت بناء على قيمة الرصيد المتوافر بدفتر التوفير، والتي تتراوح بين 5 إلى 35 جنيها دون خصم قيمة ثابتة بشكل ربع سنوي من كافة الدفاتر. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني تناول ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة في مصر، وذلك باعتباره أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي تقريرها أكدت الوكالة أن مصر اتخذت خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات. إشادات دولية مستمرة بالجهود الحكومية في مختلف القطاعات. وفي آخر تقرير لها أكدت وكالة فيتش أن القطاع الزراعي في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. التقرير رصد ما تتخذه الحكومة من خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي. كما سلط الضوء على دعم الدولة للقطاع بشكل كبير، حيث تقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق. تقرير المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني سلط الضوء على أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022، محققة رقما قياسيا جديدا بزيادة تتجاوز 624 ألف طن عن عام 2021. وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 1 مليون فدان. وذكر التقرير أنه من المتوقع التركيز القوي على الإنتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع. ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو. وذكرت وكالة فيتش أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتعزيز وتتوقع زيادة للاستثمار خلال العام المالي 2022-2023، كما تخطط لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي بسبب المخاوف التي أبرزتها جائحة كورونا. وللمزيد معنا عبر الهاتف دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. دكتور محمد، يعني بعد التحية، وكالة فيتش ركزت على قطاع الزراعة باعتباره قطاعا واعدا، فكيف يتم البناء على هذا التقرير، وما هي إجراءات وزارة الزراعة لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ يا الأول اسمح لي أشكر حضرتك. وطبعا وزارة الزراعة والدولة المصرية اتخذت إجراءات جادة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. كانت أولى هذه الإجراءات أن احنا وفرنا فرص لاستصلاح مزيد من الأراضي الصحراوية اللي تعتبر بوابة لجذب الاستثمار للتوسع في مناطق جديدة، والدولة وفرت لها البنية التحتية، ودي فرصة كبيرة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال الزراعة. الحاجة الثانية ان احنا كمان عملنا خريطة استثمارية بالفرص الاستثمارية اللي موجودة عندنا في قطاع الزراعة في مختلف المجالات، سواء استصلاح اراضي او انتاج داجيني او انتاج حيواني او اي نشاط قائم على الزراعة، وتم وضع هذه الخريطة على بوابة الاستثمار او البوابة المصرية للاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار. وكمان الدولة بتدعم بشكل كبير فكرة الاستثمار في مجال الزراعة، والحقيقة الفرصة أصبحت كبيرة للراغبين في الاستثمار في مجال الزراعة، لأن الدولة مش بس بتستثمر في قطاعات الزراعة إنما كمان القطاعات المكملة شهدت طفرة. يعني احنا بنتكلم كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة معتمدة واخدة شهادات الأيزو، واخدة شهادات اعتماد دولية، وبعض هذه المعامل معامل مرجعية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وبالنسبة لمنظمة الـ OIE. فبالتالي ده بيرفع من قيمة الشهادات اللي بتطلع من الدولة المصرية، وبالتالي ده بيعظم من فرص التصدير وبيدي ثقة لهذه النتائج وفتح آفاق تصديرية جديدة ليها. الحاجة الثانية ان كمان احنا بنقوم بالتنسيق مع مختلف دول العالم، وعندنا اكتر من 163 سوق
تم فتحهم حسنا، لكن يعني دعني أسألك، هل هناك خطة من وزارة الزراعة لزيادة حجم الصادرات الزراعية وأيضا فتح أسواق خارجية جديدة؟ طبعا احنا مهتمين بشكل كبير بفتح مزيد من الأسواق بالتنسيق مع مختلف دول العالم. احنا في آخر 3 سنين تم فتح 83 سوق جديد لقطاع الزراعة، وكلها بتفتح او بتدي فرصه لمزيد من الصادرات. الحمد لله نسبه الزياده اللي حصلت احنا هذا العام او العام الماضي يعني 2022 تم تصدير اكثر من 6.3 مليون طن، احنا مقربين على 6.5 مليون طن من الحاصلات الزراعيه لمختلف دول العالم. واحنا مستمرين في سياسه مبداها بيقوم على التنسيق مع مختلف دول العالم لفتح مزيد من الاسواق الخارجيه. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاسواق الحاليه اللي شغاله معانا احنا بنزود لها المنتجات اللي بتحصل عليها. النقطه الثالثه، ان احنا بنرفع درجات الوعي للفلاح، وعاملين برنامج كبير لرفع درجات الوعي للفلاح ورفع قدره الفلاح الانتاجيه علشان يقدر ينتج منتج عالي الجوده. الحاجه الاخيره ان احنا بنعمل كمان منظومه تكويد، وهذه المنظومه بتضمن تتبع المنتج من اول ما بيدخل الارض حتى يصل الى المستهلك سواء في السوق المحلي او في الخارج. دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنظمة التجارة الخارجية جاترو اليابانية، وذلك لبحث التعاون المشترك في الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل مواني ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية فيها. وخلال اللقاء قدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضا تقديميا يوضح الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخلها، وأيضا التكامل بين المواني والمناطق الصناعية تبعا لاستراتيجية الدولة المصرية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، لكنها وصلت التحرك في نطاق ضيق مع استمرار التركيز على الأمال في انتعاش الطلب من الصين. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 42% إلى 85.1% دولارا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 37% إلى 78.30 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 45% لتصل إلى 2.80 دولار للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 40% لتسجل 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للعام 2023 وخصوصا في أوكرانيا، حيث تتواصل المعارك على ضوء أسعار الغاز المرتفعة والتضخم الحاد. وباتت المؤسسة المالية تتوقع نموا بنسبة 2.1% عام 2023 مقابل 3% في توقعاتها السابقة في سبتمبر لمجمل المناطق التي تشملها. وتسارع اقتصاد هذه المناطق العام الماضي بصورة إجمالية بنسبة تقدر ب 2.4%، ما عكس تباطؤا عن العام 2021 بسبب الهجوم الروسي لأوكرانيا وتراجع الانتعاش الاقتصادي ما بعد وباء كورونا. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف ودينا. شكرا لك مرنا.